العنكبوت الآلي بسرعة. جه وقت التنفس. أكيد. دجنان، كل زعماء الماجيا محبوسين في مكان واحد؟ الأغبياء فاكرين إنهم في أمان بالطريقة دي. الزعيم هيوريهم، هيضربهم كلهم مرة واحدة ويسيطر على الماجيا. زعماء أغبياء. لو هامر هيد خرج الزعماء هيسيطر على الماجيا كلها. أنا لازم أوصلهم الأول. أكيد في حد هنا عارف مكانهم. لازم أستخبى دلوقتي. لازم افصل اطوال الموجات الصوتية دي. He started crying, which made me just laugh even harder. He's just crying there, blubbering like a baby. انت الهجوم على زعماء الماجيا حصل فين؟ انت عارف المكان؟ لا، بس الراجل الجديد بيقول انه عارف. هامر هيد قال له ده بطريقة شخصية. ايه حكاية المستجدين اللي بيعرفوا معلومات قبلنا دول؟ انا هضرب الولد ده. أتمنى إن الشاب الجديد يكون عارف مكان الزعماء فين. يلا يا مستجد تقدر. مين اللي سابق يدخل المكان؟ لقيتكم. جه وقت التنصر. أكيد واحد من الرجالة عارف هامر هيد بيخطط لإيه. مين فيهم غامض أكتر من الباقي؟ دلوقتي هفصل المحادثة. دجنان، كل زعماء الماجيا محبوسين في مكان واحد؟ الأغبياء فاكرين إنهم في أمان بالطريقة دي. الزعيم هيوريهم، هيضربهم كلهم مرة واحدة ويسيطر على الماجيا. زعماء أغبياء. لو هامر هيد خرج الزعماء هيسيطر على الماجيا كلها. أنا لازم أوصلهم الأول. أكيد في حد هنا عارف مكانهم. دلوقتي هفصل المحادثة. أنت الهجوم على زعماء الماجيا حصل فين؟ أنت عارف المكان؟ لا، بس الراجل الجديد بيقول إنه عارف. هامر هيد قال له ده بطريقة شخصية. إيه حكاية المستجدين اللي بيعرفوا معلومات قبلنا دول؟ أنا هضرب الولد ده. أتمنى إن الشاب الجديد يكون عارف مكان الزعماء فين. يلا يا مستجد تقدر. لازم أفصل الموجات الصوتية دي. أنت سمعت إنك عارف فين مكان الزعماء. وطي صوتك، أنا بس أنا معرفش. يلا يا مستجد. عرفت سمكة جديدة ملعونة. بس أنا عارف مين اللي يعرف. فيني وجينو. أيوة هما ورا ومش هيقولوا لأي حد. هي دي الحكاية، فيني وجينو عارفين كل حاجة. بطل رغي بقى يا راجل يا مستجد. فيني وجينو ها؟ محتاج أرجع ورا وأشوف هما عارفين إيه. في باب عند لعبة بينبول أكيد هيوصلني لورا، محتاج أفتحه بس. المكان ده مش نظيف. دينو! جينو؟ لا، دينو. أنا هتصرف. أعذروني، أنا جاي. فيوز تاني؟ دي خريطة المشاريع هامر هيد، لازم أبص عليها بصة أوضح. هامر هيد طبع فلوس لسنين في مصنع التقطير وورشة تصليح العربيات. حرفياً. لقيتها. لما أخلص هنا هتصل بأم جي، هتبقى عايزة تعرف أخبار عن أماكن الواجهات الإجراء. طيب، وبعد كده لازم ألاقي فيني وجينو وأعرف فين مكان زعماء الماجيا. هي دي مشكلتي. تمام،
بشرب المشروب ده هنا مع انه وحش. اوحش مشروب. لازم اروح الحمام صح؟ على طول. ثانيه، هو انت سمعت عن حاجه اسمها مشروع اولمبس؟ انا سمعت، انا ما عجبنيش ده. ممكن يكون مهم. ده ممكن فعلا هتموت. مشروع اولمبس؟ ليه ده دايما بيتقال هنا على طول؟ فيني وجينو، اعتقد الرجاله دي عارفه خطوه هامر هاد الجايه. متهيألي هلاقي دفتر ملاحظات على الترابيزه. ده مكان فيه حراسه اكيد. عارف ده؟ ده اكيد من بره. زعماء الماجيا دول مش عارفين خالص هامر هاد مكانه. دول هيتفاجئوا اكيد. مكان زعماء الماجيا في الملاحظات. ايه ده؟ راديو قديم. يا خبر، ده خلص على واحد منهم. دلوقتي الباقيين غالبا ده عيد ميلادهم. هم اللعنه دي. في المدرسة. ايوه ده منطقي. ممكن اشوش الانوار. هتهزر معايا؟ دلوقتي فرصتي. في صندوق كهرباء هنا. صندوق مكهرب؟ ده اللي انا قلته. انت قلت متنوع زي ما عمتي بتقولها وجنبها كلابها السخفه الملك تشارلز. الزعماء مستخبيين في مسرح اورباك. لازم اوصل لهم قبل هامر هاد. برافو يا عنكبوت يا آلي. دلوقتي اختفي وانا هبقى ارجع لك بعدين، وانا معايا ازايز منظفات كتيره. ام جي، انا بيتر. مسجل رقمك على تليفوني يا بيت، مش محتاج تعرفني بنفسك. ماشي، واضح. اسمع، انا عارف انك ماسك قضيه ماجيا الاجراميه. انا عرفت حاجه ممكن تساعد. بجد؟ انا عارف اربع مواقع لاماكن مشاريع هامر هاد، وانا متاكد جدا انها مش مشروعه. انت مش معاك فلوس، بس انا ممتن لمشاعرك. انا هشوفهم دلوقتي حالا. ما تسيبنا اجمع المعلومات، هبقى ابعت لك اللي هلاقيه. ده هيكون مفيد. قدامي وقت محدد، نتكلم بعدين. كل الوحدات، ضباط بينقلوا شاهد مهم في قضية هامر هيد وبيطلبوا دعم. أرجو الرد. في شاهد شجاع لدرجة إنه يقف قدام هامر هيد؟ أنا لازم أروح وأخلي بالي منه. ما كنتش محتاج مساعدة. أيوه عملت كده. فاكر ما نقدرش ننقل حد خطوتين؟ أنت مش شايف إيه اللي بيحصل هناك؟ أنا مش واثق في حد. دول بيتحركوا. أنا هفضل أتابعهم عشان لو حد ناقلهم فجأة. عشان الخرافات دي سخيفة. هنشوف. الدنيا هادية لحد دلوقتي. ممكن تكون هادية زيادة. ياه، كان نفسي حد يكون معايا عشان يسمعني وانا بقول كده. آسف، معلش. عصابة هامر هاد دايما في المكان الغلط والوقت الغلط. لازم احافظ على امان الشاهد. الشاهد ده هيفضل مع البوليس النهارده. مفيش حاجه هنا، اتحركوا. سبايدر مان، خلصت عليك. كان ممكن الدنيا تبوظ. لازم اخلي عيني في وسط راسي عشان لو لقيت رجاله هامر هاد في اي مكان. ايه اخبار العمليه؟ حلو، لقيت معلومات عن الزعماء. وايه الاخبار عندك؟ تعبانه، لسه مخلصه مكالمات مع عائلات الرجاله. كان موقف صعب. كويس، بس صعب. انا هتصرف يا يوسف، ما تقلقيش. طيب نروح لمطرح اورباك، وقت مقابله الزعماء.
الزعماء أكيد جوه، شكلهم كده في أمان. كانوا في أمان، هايل يا جماعة. ده كان زي تفتيش الزعماء المهددين بالخطر، بس هنجيب الزعماء دول بأي طريقة. ميس رامور هتعمل الحاجات دي أصلا؟ الحفر، الحفر، لازم أشوف اسم أحسن من كده للحاجات دي. بيتكوا بس ما كنتوش هتدفعوا كل ده علشان تشتروا في شهر. يا جماعة بصراحة أنا شايف إنه أحسن تتفرجوا عليه بالطلب. حطوا متفجرات في المبنى، ده هيقتل ناس كتير. لازم اخرج رجال الهامر هيد بره واعطل القنبله. هو هامر هيد بيخلي لبس كاجوال في يوم الجمعه؟ اكيد البدل بتضايق، لازم تجربه قماش سباندكس. عطلت قنبلة، فاضل واحدة. القنابل شغالة بمؤقت أسرع، ودلوقتي هم على السطح التاني. طبعاً متفجرات تانية، لازم أتحرك بسرعة. عطلت واحدة. إيه اللي بيحصل؟ هو انتوا ما بتتعبوش ابدا من الهزيمه يا رجاله؟ اكيد ده بيحطم الروح المعنويه. اتنين، الناس قاعده مستنيه. ايوه يا جماعه، ايوه، دي لعبه من ثلاث اطراف، الناس متحمسه. طيب اكيد الزعماء في امان دلوقتي، لازم ادخل جوه واشوفهم علشان لو حصل حاجه. ايه
أتمنى الزعماء يكونوا بخير ومستعدين يلاقوا مخبأ تاني. جماعة محتاجين بجد نعيد النظر في نظام الأمن. صح، عشان مدرعات الحفر. شيء واضح. قرف، ده مش كويس. يا يوري، ده هرب مع الزعماء.